طيب يا شباب، ده نوت سريعة بس بالنسبة للناس اللي كانت عايزة تستخدم الانتجريشن. لو حضرتك عايز تستخدم الانتجريشن في قانون اويلر، لو انت لاحظت ان قانون اويلر ده اساسا طالع من انتجريشن، يعني بي 2 ناقص بي 1 هي دي المفروض هي اصلا عبارة عن دي بي، الكلام ده قبل ما اعمل انتجريشن. ومفروض ان لو انا عايز اعمل انتجريت على سطح، فالمفروض ان مفيش اي فرق في الزد، فانا قمت شاطب الزدات علشان لو انا عايز اجيب مثلا الفورس بالانتجريشن. ف بالنسبه للمساله بتاعت 2018، يعني اول سؤال، لو انا عايز اجيب الفورس على السطح دوت او على البوتوم بالانتجريشن، فطبعا ايه السطح ده مفيش في اي فرق في الزد. والجزء الاخراني دوت اللي هو رو اوميجا سكوير ار دي ار، جبته منين؟ المفروض ان دي ار ار سكوير وناقص ار سكوير، هي المفروض انها جايه برضو من انتجريشن من ار واحد لار اتنين. فانا قمت عامل ايه، عملت زي ديريفيتيف، يعني فنزلت الباور، فطبعا النص ده طار مع الاتنين اللي جت وبقت ار دي ار. طيب كده بقى عندي دي بي، انا المفروض دلوقتي عايز اجيب الفورس. الفورس اللي المفروض ان هي ايه، البريشر في الاريا. طب الدي فورس هي الدي بريشر في الاريا، تمام؟ المفروض ان الدي بريشر في الاريا، الاريا معايا ثابته ما بتختلفش، مفيش اي حاجه فيها بتختلف، ولكن الدي بريشر، البريشر هو اللي ايه عمال بيتغير معايا، عشان كده قلت فورس دي بريشر في الاريا. الدي فورس هي الدي بريشر في الاريا. طيب الدي بريشر انا المفروض معايا الرقم اهو، والاريا اللي هي باي ار سكوير. طبعا كل دول ثوابت، الباي ثابته، الار سكوير هي بس هتخش جوه كده تبقى ار باور 3. وربنا يسهل بقى معاك، وكامل كامل من ايه، من ار 1 لار 2 بس كده. ده طريقه الانتجريشن، طريقة سهلة ما فيهاش أي حاجة، هي بس إيه، تعرفوا إزاي بتتعاملوا وتجيبوا الـ من أويلر إيكويشن. طيب في ناس تانية عايزة تقول لأ، أنا هبتدي من الأول خالص. أنا شخصيا عملت إيه، أنا جبت من الآخر للأول، يعني جبت القانون أويلر وطلعت منه إيه الدريفيتيف. في ناس تانية قالت لك لأ، أنا هجيب القانون من الأول وأعمل له انتجريشن، يعني هما هيمشوا عكس ما أنا مشيت، هيجيبوا قانون من فروم سكراتش من البداية خالص، وبعد كده يعملوا الانتجريشن لحد ما يوصلوا للفورم ديت، وبعدين يبقوا يجيبوا ايه الفورس. حقك، براحتك، اعمل اللي انت عايزه. لو انت حافظ الاثبات من البداية اعمله، لو انت مش حافظ دي طريقة تانية اسهل بكتير. لو انت حافظ القانون تقدر تعمل له زي ديريفيتيف وتجيب منه الدي بي، وتقدر بكل سهولة تطلع الفورس.